私はサイエンスエンターテイナーのチャーリー西村です。أنا مقدم برامج عروض علمية من اليابان اسمي تشارلي نيشيمورا. كل ما هنا هاشي. إما وات. إما وات. كودومو تاتشي وا توتيمو كوكيشين غا إيباي دي مو واكو واكو دوكي دوكي مو أنو شيتيرو نو غا يوكو واكاري ماشتا. الأطفال العراقيين يكونوا متحمسين يكونوا مبسوطين وحتى أحس إنه قلوبهم عم تنبض مع التجربة. هذا الشيء بشكل تماما أنا انتبهت عليه وحسيته بشكل واضح. سوستي توتيمو جينكي دي أكاروي كودومو يوكو واكاري ماشتا. أوكي. عشان هيك هذول الطلاب بشكل واضح استطاعوا انه يستوعبوا ويفهموا هاي التجارب ويعيشوها معنا. شو يا تجربة؟ هاي شو يا تجربة؟ شو نو نينكي نو جيكين وا كوكي هو اير كانون نو جيكين ديس. واحدة من التجارب اللي قدمناها اليوم للأطفال تجربة مشهورة كثير اسمها المدفع الهوائي. المدفع الهوائي. دامبور ني أنا غا أيتيرو داكي نانو ني تاتاكو تو سوغوي كيوي دي كوكي غا ديرون ديس. صندوق كرتون كبير في له مدخل فتحة دائرية ندخل جواته دخان أبيض له لون وبعدين بنطلق هاي الطلقة تطلع مثل الطلقة إلى الأمام لمسافة طويلة جدا. توتيمو كانتان نانو دي كودومو تاتشي مو سوغو جيكين ديكيرو تو مويماس. هاي التجربة هي بسيطة تجربة فيزيائية بسيطة والطلاب بسهولة ممكن إنه يستوعبوها بالعين لما يشوفوها ويفهموا المغزى العلمي من خلالها. بوكو تاتشي نو جيكين وا من المواد اللي على المنو تستخدم جيكين و عموني استعمال. اوكي. العديد من المواد المستخدمه في هذا احنا حضرناها وجهزناها معنا جبناها معنا من اليابان. من المواد اللي على المنو تو جيبن دي ياتي ميتاي تو موتيمو جيبن دي ديكيرون ديسو ني سوكو غا اي توكورو. اوكي. التجارب الادوات اللي نستخدمها بتجاربنا بنحاول قدر الامكان انه نصنعها بايدينا لانه احنا واحده من الشغلات اللي نطلبها من الاطفال انهم يحاولوا يعملوا هاي التجارب بانفسهم. ما كودومو تاتشي مو ايباي جيكين شيتي ايرويرو اودورويتي ايرونا هاكين او شيتي سوباراشي اياك نو ميراي او تسوكورو اوتوناي ناتتي مورايتاي ديس. اوكي. بتمنى من الاطفال العراقيين انهم يقوموا بالعديد من التجارب العلميه اللي تخليهم يحبوا ويستمتعوا بالعلم تخليهم ممكن من كثره التجارب انهم يولدوا اختراعات جديده. تمام. وهذا ينعكس على مستقبلهم وعلى حياتهم المستقبليه ايضا. شكرا. شكرا بالعربي جابانيز نيهونغو. اريغاتو. شكرا لكم. شكرا.